مرحبا، يعطيكم العافية. معكم ميراز رقاط من فريق سمارت تيم، وأشرح لكم أمثلة على ال DDA وعلى البريزنم وعلى ال Circuit Drawing Algorithms، لأنه وصلني ملاحظات إني ما شرحتهم بشكل كتير واضح لما كنت أشرح بالمادة، وإن شاء الله أشرح لكم إياها هلأ بشكل واضح، يعني أحسن من هذا الشرح. أوكي، هلأ أول إشي عنا ال DDA. هذا المثال طلبته عن الإنترنت. زي ما حكينا، أهم إشي بالدي دي إيه اللي هو عنا يا الميل، الميل اللي هو أم. هلأ إيش هو الأم؟ هو فرق الصادات على فرق السينات. أوكي، هاي إيش يعني فرق الصادات؟ حكينا واي تو ماينس واي ون على إكس تو ماينس إكس ون. تمام. هلأ في عنا هذا المثال طوط عن الإنترنت، بحكي لنا إنه في عندي لاين هاد من 0 0 لسالب 8 وسالب 4. يعني نرجع للسكتش، سوري، عنا أول نقطة 0 0، هاي أول نقطة. ثاني نقطة اللي هي سالب 8 وسالب 4. تمام، إيش يعني هاي؟ هاي عنا إياها إكس ون واي ون، وهاي إكس تو مثلا y2. تقدروا تعتبروا اي نقطة بيناتهم x1 y1 وايش الثاني x2 y2 زي ما بدكم. هلا بدنا نطلع الميل. الميل حكينا اللي هو y2 minus y1 على x2 minus x1. y2 حكينا اللي هي سالب 4 minus 0 على سالب 8 ناقص 0. سوري على الصوت. اوكي، هلا سالب 4 على سالب 8 اللي هو بيطلع لنا نص. هذا هو الميل. ايش يعني نص؟ نص حكينا في عنا ثلاث حالات. اذا الميل اقل من صفر، هلا عنا الميل طلع لنا اياه نص. نص اللي هو 0.5 اللي هو اقل من صفر، صح؟ هذا اللي حكينا. هلا نرجع للقوانين اللي حط لنا اياها الدكتور جمال. اوكي، او هي قوانين بشكل عام بس انا موجوده بسلايدات الدكتور جمال. اذا كيس 1، اذا الميل اقل او يساوي 1، واي الجديده حتكون واي زائد الميل. واكس الجديده بتضلها زي ما هي. اوكي. ايوه، الاكس زائد 1 والواي زائد الميل. سوري انا خربطت هلا بس لانه مش مركزه. تمام، هلا نرجع على السكتش. لعنا حكينا اول نقطه اللي هي 0 0، نبلش من 0 0 مثلا. لا، واي اول وحده حتكون سوري، اكس اول وحده حتكون اكس القديمه بلس 1، رايت؟ x plus 1 y plus 3. تمام، هلا x plus 1 صفي هاي 1، y plus الميل هي نص. تمام، هاي مثلا 0، هاي 0.1 0.2 حتكون 2 1. تقوم ماشيين حكينا لعبين ما نوصل انه يصير في عنا الدروب اللي هي حتكون لما توصل للنقطة الثانية، يعني من النقطة هاي للنقطة هاي وتوصل للنقطة الثانية. تمام؟ اوكي، دي دي ايه اشي كتير سهل، يعني مش اشي كتير معقد زي بريزنم او زي ال circuit drawing algorithms. هلا البريزنم هو الاشي كتير معقد شوي، مش كتير بريزنم، مش إذا كنت أكيد كنت بغلط لأنه حاليا مش كثير مكتبة من الطري. هلا البريزنم لاين ألجوريزم حكينا في عنا برضو ثلاث حالات، صح؟ صح. أوكي، هلا
نوصل لعند ال points هلا بدنا نشتغل على النقاط لما p 0 pk plus 1 pk plus 1 بلا 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 عشان نشتغل على هذا المثال اللي موجود عند الدكتور. تمام، نفتح على سكتش باد. اوكي، هلا هي المثال ال line with end points 20 و 10 و 30 18. اوكي، هلا نطلع الميل. الميل اللي عندنا اللي هو 18 minus 10 تقسيم 30 minus 20 اللي هو 8.8. اوكي، حكينا بالبريزم عشان ما نعجق حالنا كتير، نحسب دلتا واي دلتا اكس 2 دلتا واي 2 دلتا اكس عشان ما نعجق حالنا كتير بالحل. اوكي، واهم اشي عندنا اياه برضو اللي هو بي 0. P0 ايش هتطلع لنا؟ اللي هي 2 دلتا y minus دلتا x اللي هي قد ايه دلتا y عندنا؟ دلتا y عندنا 8 و 2 دلتا y 8 8 في 2 16 minus 10 بيطلع لنا 0. وصلنا له انه عندنا بي الزيرو. بي الزيرو زي ما نعرف بالقانون اللي هي بي الزيرو اللي هي 2 دلتا واي واي ماينس دلتا اكس. انا دلتا واي اللي هي 8 ضرب 2 ماينس 10 اللي هي 16 ماينس 10 يعني ياها 6. بي 0 هي 6. تمام، هلا بي 0 6، فايش يعني 6؟ 6 اللي هي عندنا اكبر من 0، فايش حيصفي في عندنا؟ هلا بي 0 اكبر من 0، يعني y الجديدة اللي هي y القديمة plus 1 سامي تشك يب و x الجديدة اللي هي x القديمة plus 1 اللي هي عنا 11 و 21. هلأ again بتقدروا تحلوا هيك وبتقدروا تحلوا على جدول. الجدول اسهل لكم للحل honestly، يعني كان كثير سهل علي الحل وانا بحل. اوكي اوكي تمام، عندنا ال كي عندنا ال بي عندنا الاكس عندنا الواي. هلا بكي زيرو بي زيرو 6 x 10 y 10 right right تمام. هاي لا سوري x سوري 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 اي اوكي 11 سوري و 21 ما ادري. هلا p 1 نحسبها بنفس الطريقة، بي 2 نفس الطريقة so on. سألا بشرح لكم بي 1 وبي 2 كيف نطلعها. تمام اوكي اوكي بي اكس واي اوكي 0
six, 11, 21. دوكي. هلا واحد، هلا P ال K plus 1 بحالة ال P K أكبر من 0. هي كيف كنا نطلعها؟ ب P K أكبر من 0 P K plus 1 حسب هذا القانون اللي هو P K اللي P 0 بهاي الحالة plus 16 minus 20. ف نرجع على السكتش. P 1 equals P 0 plus 16 minus 20 تطلع لنا 2. P 2 P 0 P ال K أكبر من 0 ف 12 22. P ال 2 P K P 2 اللي هي 2 plus 16 minus 20 minus 2 minus 2 P ال 0 sorry P ال K أقل من 0 ف النقطة اللي بعديها حسب القانون هتكون x plus 1 والواي ضلها زي ما هي 13 والواي ضلها 22. 3 P 3 هتكون إذا P K أقل من 0 P K plus 1 هتكون حسب هذا القانون اللي هو P 3 تساوي P 2 اللي هي minus 2 plus 16 تطلع لنا 14 برجع لنا أكثر من 0. بنضل نمشي بهاي الطريقة بالحل عبين ما نوصل نقطة اللي هي النقطة الثانية حسب المثال اللي عندنا اللي هي 30-18. تمام؟ تمام. أوكي. تمام. هاي واي اكس. اوكي هلا هاي هي فكرة لبريزنم اللي احسب هاي فكرة مثال لبريزنم الموجود بالسلايدات. اذا حدا عنده اي سؤال بقدر يبعث لي على فيسبوك او يحكي لي بالكومنتس اذا في شيء لازم ارجع اشرحه برجع اشرحه ما عنديش اي مشكلة. اوكي آخر شيء انطلب مني هو ال circle drawing algorithm. أوكي هلا السيركل إيش حكينا؟ السيركل مكونة من قطاعات دائرية عنا 7 زي ما حكينا بالشرح. تمام؟ طبعا مش 7 هدول بعد من 1 2 3 4 5 6 7 تمام من 8 قطاعات دائرية. هلا احنا بالعادة بنشتغل على اول قطاع باول ربع لانه يعني مثلا على دائرة الوحدة عنا دائرة الوحدة احنا كنا بنعرفها بالرياضيات هي الدائرة الصغيرة هاي اللي مكونة من اربع من وحدة بالسينات الموجب وحدة بالسينات السالب وحدة بالسطات الموجب وحدة بالسطات السالب. احنا بالعادة بنشتغل على اول قطاع تاعها نشتغل بالعادة بهذا القطاع نمبر 1. اوكي هلا المثال اللي عندنا موجود بالسلايدات اللي هو كالآتي. تمام هي given radius هو قديه طول نصف القطر تاع الدائرة اللي هو 10 يعني عندنا center اللي هو 0 0 origin point و radius 10 0 10. تمام
هلا النقطة بدك تبلش منها اللي هي هاي، بلش منها رسم الدائرة اللي هي زيرو مع R زي ما حكينا وقت ما كنت عم بشرح. تمام؟ تمام. زيرو R اللي هي هاي، هي اللي هي زيرو تان، هاي هي نقطة البداية. اوكي؟ هلا in the first circle octant to the first quadrant from x0 to xy، x تساوي 0 لعند x تساوي y. يعني ايش قصده circle octant in the first quadrant؟ اللي هو اللي حكيت لكم عنه اللي هو sector number 1. تمام؟ اوكي. هلا اهم اشي بهذا circle drawing algorithm اللي هو midpoint circle example، p0 2x و2y، ونعمل هذا الجدول الموجود عندنا. هلا الجدول دائما بسهل عليكم الحل عشان يوضح لكم كيف طريقة الحل، يعني ما شو اسمه ما كثير انتن ارجو بالموضوع. اوكي تمام. هلا اوكي radius 10 كان 0 10 نبلش و نطلع P ال 0. P 0 حكينا عنها اللي هي 1 minus R. هلا ليش هي 1 حكينا؟ اللي هي المفروض تكون 5 على 4، بس عشان نسهل حالنا الحال قربناها ل 1. اوكي اوكي تمام. اللي هي minus 9 هي P 0. هلا كيف حيصفي في عندكم الحل عشان ما يكون عندنا كثير مخربط الموضوع؟ عندنا هذا الجدول، هذا الجدول حيكون مكون من K P X Y الجداد، keep in mind هدول الجداد، و 2X و ال 2y. اوكي هلا لما تكون k equals 0، p 0 طلعناها اللي هي minus 9، x الجديدة y الجديدة كيف بدنا نطلعها؟ هلا x الجديدة حسب القوانين اللي كانت عندنا، اذا p 0 اقل من 0 the next point is x plus 1 و y، يعني x بتزيدها 1 و y بتضلها زي ما هي. يعني x اللي هي هلا عندنا اياها 0 وعشرة، right؟ أوكي، صفر وعشرة، تمام، تصير إنه واحد، واحد، وعشرة، أوكي، أو، 2x، ضرب الواحد اثنين، 2y، اللي هي 20، تمام، أوكي، هلا عشان نطلع ال P K plus 1 بهاي الحالة اللي هي P الواحد، عنا P الواحد لأنه عنا ال P اللي قبليها بالسالب، بدنا نشتغل على هاد القانون اللي هو P K plus 1 اللي هو P الواحد بهاي الحالة اللي هي P 0، P K اللي هي P 0 بهاي الحالة plus 2X الجديدة، هاي x الجديدة وهاي y الجديدة عشان ما تخربطوا plus 1، يعني p k اللي عندنا minus 9 plus 2 plus 1 minus 9 plus 3 اللي هي عندنا اياها minus 6، هاي minus 6 برضو استعنا اياها بالسالب، صح؟ صح. 2 10 4 20. اوكي p k 2، اوكي برضو عنا اياها لسه بالسالب، فبنحط minus 6 p 2 minus 6 plus 4 plus 1 اللي هي برضو minus 1 minus 1 3 10 ستة عشرين. اوكي تلات
بي 3 برضو عندنا اياها بالسالب على نفس القانون، بلس 6 بلس 1 بيطلع لنا بالاخر 6. صرنا هلا بالموجب عم نشتغل صح؟ فصار بي كي، بي كي بي 3 يعني موجب. ايش يعني موجب؟ موجب يعني اللي النقطة اللي بعديها هتكون 4 مع 9. خليني انزل اتأكد من الجدول. يس اوكي، كون خايفة انه بحل غلط او اشي. تمام وضعي تمام. اوكي هلا هاي سوري 8، هاي 18. هلا نطلع بي ال 4. بي ال 4 اللي هي بي 3 دي طلعناها احنا. P4 اللي هي P3 اللي طلعت معانا 6 plus 2x اللي هي 8 plus 1 minus 18 صح؟ yes okay. 14 15 minus 3 P4 هي minus 3. تمام هاي P4 minus 3 منزيد الX بصير 5 والY بتضلها 9. منضل نمشي بهذا النمط لعبين ما حكالنا 2X equals Y يعني لعند 7 7 اللي هي x equals y. اوكي هاي هي فكرة البريزنو، يعني بدك تحفظ القانون هاد بس مش هاد، مش الخمسة واربعة بدك تحفظه، بدك تحفظه واحد minus or بدك تحفظ انه اذا p اقل من zero x الجديد اللي هي x plus 1 y بضلها زي ما هي، والبي اللي بعديها بتكون على حسب هذا القانون. إذا بي أكبر من 0 x الجديد هي x plus 1 y الجديد هي y minus 1 وبي الجديد حسب هذا القانون. أوكي تمام هاي هي حكيت برزنا، هاي هي فكرة الميد بوينت algorithm، وإن شاء الله أكون شرحت لكم هدول الأمثلة بشكل أوضح من الشرح في وقت الشرح، بس لأنه كان الفيديو كتير طويل صراحة وشوي تعب كان علي. فشكرا لتفهمكم، وبدي اشكر اللي ودار الملاحظات عشان ارجع الشرح، و thank you very much for watching.